السلام عليكم. اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي كان اللي شديناها من عند والدينا من طبيعه الحال، وهي القرص او القراشل اللي كنعرفوا حنا المغاربه كاملين باسم القراشل. انا غادي نوجدها اليوم بالطريقه نتاع الوالدين باش علمونا الوالدين. ما غندير فيها لا زبده، ما غادي ندير فيها الحليب، يعني اقتصاديه وزوينه وعارفينها كاملين، يعني من زمان زاموني كما كنقولوا على بركة الله. هنا عندي نص كيلو نتاع الطحين كما كتشوفوا، الفرص كاس سنيده، كاس زيت، خميره، النفع، الملحه، البيضه، زنجلان، وخماره. من طبيعه الحال ما باش غادي نرونوا هذا الشيء او ميلونجيو هذا الشيء، غادي نبداو بالحوايج النواشي في دابور. ندير سنيدة، ندير الملحة، نخلطو هادو كاملين باش يتميلونجو كاملين. من بعد غادي ندير الخميرة ديالي كما كتشوفوا، الخمارة غاليفيغ شيميكا ولا خمارة كنعرفوها بالمغاربية كاملين، ومن بعد كاس د الزيت. ونديرو هاد البيضة، بسم الله، فوالا غنديرها تخلطو هادشي كاملين. من بعد غنبقى نزيد الماء بشويه بشويه حتى تخلط الماء هاد الخليط كلو. غنبقى نزيدو دابا الماء بشويه بشويه. صافي دابا درنا الماء الكافي للعجينه، ما غنزيدوش الماء، نخليوها تدك شويه ونصابها معكم باش نخليوها ترتاح. دابا صافي غادي نحبس عليها. نخليوها ترتاح حتى يذوب الحجم ديالها او يضعف الحجم ديالها برضو، ونرجع نصابها معكم. غادي نغطيوه
نخليو يذوب الحجم ديالو ونرجع معكم باش نكملو لا غوسيت ديالنا. بعد ما كما شفتوا الطاف الحجم ديال العجينه ديالنا هانتوما كتشوفوها، غادي نفرش بابي دو كويسون لهاد البلاطو او الفزيره. باش غادي ندير الجلسه ديالي بالقراشل يطيبو. ندهن يدي بالزيت كيما تشوفو هانتوما، نحيد هداك النفس اللي فيها الداخل باش هانتوما. انا بعاني خليتها خفيفة باش ما كتجيش مدقصة، كتجي بحال شكل تقريبا البغيوش. كناخدو لي بول هكا كل واحد يدير على الحجم اللي بغا. من بعد كناخدو صفر ديال صفر وبعد كندير شوية الحليب ومن بعد كندهنو هاد الكريسة ديالنا. مزيان الفطور الكوتي صحيين بعدا هما، يعني داك نقول الزنجلان ولا النفع، يعني صحي لا الكبار ولا الصغار، يعني وصفه يعني كانوا كياكلوها والدينا قبل من حنا، يعني حنا غير شديناها من عندهم وصافي. كنتمنى من كل قلبي ان تعجبكم هذه الوصفه اللي هي منقولة من عند الوالدة ديالي. ايوا ما تنساوش انكم تدعموني وتزيدوني يعني دعم باش نقدر ندير المزيد، وكنشكر الناس اللي كانت كتدعمني ومازال كتدعمني وواقفه بجنب، كنشكرهم شكر جزيل اللي خلاو القناة ديالي يعني زادت القدام ودارت يعني كانت من ضمن القنوات اللي هي كتقدم كل واحد وشنو كيدير يعني شنو كيقدم. شكرا لكم جزيل الشكر، وكنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وبصحه جيده واحوال طيبه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومن بعد كنديروا هذا الزنجر من فوق منه نخليها عاوتاني مره اخرى يعني تخمر، وعاد نطيبوها على درجه حراره 180 درجه
ونرجع معكم باش نوريكم النتيجة النهائية إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذه هي النتيجة النهائية ديال هذا القراشل طبيعيا وتراديسيونيل يعني ديال الايام ديال جداتنا وداكشي. هانتوما كتشوفوا كي جايين يعني خفاف ويعني مزيانين. هانتوما كتشوفوا مزيانين الفطور والكوتي وصراحه صحيين. كنتمنى يعني تجربوهم وشكرا للناس اللي كتدعمني والسلام عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله.